شهري كلم شهري علم شهري سلم شهر لما وصلنا لأجمل شهر. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الشيخ منصور لما عاد من رحلته بسلام صفت له الأيام. كل هذا مما يرويه الشيخ منصور لابنه نور، وكان الفتى يصغي إليه في ذهول وفضول وهو يقول: وفي يوم من ذات الأيام وأنا قاعد في الوكالة ومن حوالي الكتبة والشغالة، لقيت اتنين لابسين عبايات قصب وسيوفهم ذهب. لقيتهم داخلين عليا وبيتجهوا إليا وبيرموا السلام والتحية. تحيات سلامات شيخ منصور شه بندر مدينة جور. تحيات سلامات، أهلا وسهلا، تفضلوا يا بركات. تفضل تفضل. أمرك يا سيدنا الشه بندر. هات لنا يا ابني تلات نرجيلات بس النار تكون صحية، وهات لنا كمان بكرة كراوية. تشربوا كراوية ولا نقدم حاجة تانية؟ احنا عايزين نقعد معاك في حتة هادية عشان في موضوع يهمك وعايزين ناخد رأيك. ايه؟ في موضوع يهمك وعايزين ناخد رأيك. تحت امرك يا درغام. امرك يا سيدنا الشيخ بندر. افتح لنا المخزن، المفتاح اهو فوت قدامنا. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. اتفضل انت الاول. لا ما يصحش، اتفضلوا انتوا الاول، انتوا ضيوفنا، ده احنا تشرفنا. اتفضلوا اتفضلوا. الله، دي ريحة عنبر. ما هو ده مخزن العود القاقولي والعنبر. كل ما يكون فيه مسألة تذكر أو حاجة علشان أفكر، آجي هنا أقعد لوحدي مع النرجيلة بتاعتي. يا بركات النرجيلات حطها هنا. اي خدمة تانية يا سيدنا الشيخ بندر؟ بس ابعت لنا الكراوية. امرك يا سيدنا الشيخ بندر. ما تخليه ياخد الباب في ايده عشان ناخد راحتنا في الكلام. تمام تمام يا بركة يا بركات. خد الباب وراك يا بركات. امرك يا سيدنا الشيخ بندر. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انا في الخدمه، ايه طلباتكم؟ اظن يا سيد منصور انت ما تعرفناش. والله لسه ما تشرفناش. حضرته المرزبان. اهلا وسهلا. وحضرته الفهلوان. رجال القصر واهل الديوان، ده انتوا شرفتوا المكان. على اي حال يا سيدنا الشيخ بندر، احنا جايين لك من طرف الامير بندر. الأمير بندر؟ أيوة، بس إحنا صرفنا العسكر عشان ما نعملش منظر. خير، أنا في خدمة الأمير بس في الخير. إن شاء الله خير. أيوة، الحكاية وما فيها يا عم الشيخ منصور إن الأمير معذور وعاوز يبيع قصر النور.
يبيع قصر النور؟ أيوة. القصر اللي على شط البحر؟ أيوة، هيبيعه باللي فيه. محدش غيرك يقدر يشتريه. وعاوز فيه كام الأمير؟ ده عايز كتير. يعني قد إيه؟ 1000 كيس. وكل كيس 1000 جنيه. بسيطة؟ بسيطة؟ طبعا بسيطة. لكن انتوا ما قلتوليش. ما قلنالوش. ما قلنالكش ايه؟ هو الامير حيبيع القصر ليه؟ اصل فيه شوية ظروف يا عم الشيخ منصور، والامير معذور. يعني العذر هو اللي حيخليه يفرط فيه؟ امال حيكون ايه؟ لا يفتح الله، مش انا اللي يستغل الاعذار مهما كانوا اصحابها ناس كبار. ان كان على الفلوس انا حقدمها، وارجو ان مولاي الامير يقبلها. يقبلها؟ ايوه، وارجو ان الامير يكرمني ويقبل الفلوس دي هديه مني. لكن ال لكن ايه؟ على اي حال احنا هنروح له ونحكي له ونقول له. طب استنوا، انتوا هتروحوا له من غير ما تاخدوا الفلوس ولا ايه؟ يا بركات بركات، انت هتعمل ايه دلوقتي؟ تشوفوا كل حاجه. ادخل يا بركات. تعال بركات، هات ميزان الذهب يا ابني. امرك يا سيدنا الشهبندر. ودلوقتي انا حوزن لكم الفلوس، وتحملوها اليه وتسلمولي عليه وتقولوله العبد وما ملكت يديه. لا مؤاخذه يا سيدنا الشهبندر، انا مش متاخر. حدود مهمتنا اننا نبلغك اوامره. وما نقدرش ناخد له الفلوس الا بعد اذنه. طيب اتفضلوا انتوا، وانا هبعت له الفلوس لحد عنده. تشكر يا سيدنا الشهبندر. العفو. السلام عليكم. في رعاية الله. يا شيخ منصور، واحد اسمه مسرور طالب الحضور. مسرور مين؟ انا منصور. الله، مسرور. منصور، اقعد اقعد يا مسرور. فينك يا راجل من زمان؟ اخيرا ان الاوان. وايه الاخبار وايه حكايتك يا مسرور؟ من يوم ما غرقت بدر البدور. بدر البدور؟ هي بدر البدور تتنسي يا شيخ منصور؟ لكن هي غرقت. طبعا ماتت غرقانة. ما هو لو كان ماتت قدام عينينا كنا عرفنا لها مكان، كنا نزورها بين الحين والحين. غريبة انك لسه حزين، دي الحكاية دي فات عليها سنتين. لكن لسه مأثرة فيا، وكل ما افتكرها احط من عينيا. طيب يا مسرور استناني، انا هروح اودي فلوس للامير بندر وارجع لك تاني. اسكت انت يا شيخ منصور، اما انا عندي حتة خبر هقوله لك. ده انت لو عرفت اللي هقوله لك. لا، ها، انا اللي هتكلم الاول. اصل انا مستعجل عايز انزل. ومع ذلك اتفضلي، عايزة تقولي ايه؟ احنا كان نفسنا في ايه اكتر من اللي احنا فيه؟ اسكت يا شيخ منصور، يظهر ان ربنا هيعوض علينا وهنشوف الخلف بعينينا. زهرة، انت ازاي عرفتي؟ المولود اتحرك النهارده ببطني. يا ما انت كريم يا ربي. بس انت نسيت اللي كنت عايز تقولي عليه. انت نسيتيني، اصلك فرحتيني. زهرة، انت عارفه قصر النور؟
قصر الامير اللي على البحر. ايوه. ماله بقى؟ بتاعنا. قصر النور. بتاع الامير بندر. خلاص بقى بتاع الشهبندر. ازاي يظهر الامير؟ كان عنده ظروف صعبة وعايز قرشين، حب يبيع القصر. يبيعه لمين؟ ودي حاجة بالملايين. وبعدين حبيت انا اعملها بجميلة واقدم له الفلوس هدية، لكن هو رفض يقبلهم الا اذا خدت القصر قصادهم. طب وحنتنقل للقصر امتى؟ من النهاردة. يعني المولود اللي حيتولد حيتولد في قصر النور؟ دي بشرة خير. يا رب يديني ولد وانا حسميه نور. ولو جه بنية حسميها نورية. لا 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 لا, لا. انت ما تتحركيش. زهرة انت تاخدي بالك من نفسك وانا حبعتلك اللي يلاحظك. هتتأخر يا منصور. مسافة السكة من هنا لقصر النور يا ام نور. يا رب تديني نور نور نور. لا انت من هنا ما تتحركيش وانا حبعتلك اللي يلاحظك. ده كلام الشيخ منصور. وفعلا يا ابني سيبنا بيتنا اللي في سوق العصر ونقلنا على القصر، وبعد كام شهر بقينا تلاتة بعد ما كنا اتنين. علشان كده سميتوني نور. نور العين. انت ما تعرفش قلب الابوين. اعرفه منين؟ ده شيء ما يعرفوش الا الوالدين. ما تعرفش قد ايه الضنا يا ابني، ده انت حته من قلبي. ضللت عليك برموش عينيا لما لقيتك بتشابي عليا ومليت علينا الدنيا، ومن شدة حبي فيك ولهفتي عليك سقيتك من فكري وعلمي وحطيت في عمرك عمري. عشان اما اموت سيب لك الثروة اللي ما تروحش منك. عارف ايه هي؟ ايوه العلم يا والدي. وايه كمان؟ والصنعة اللي في يدي. اهو انت الوقت فهمت قصدي. انا يا ابني عايزك، الشغل بتاعي محتاج لك، لكن لازم تمشي في طريقك عشان تتعلم لك صنعة عينك. اذا الزمان نطحك تلاقيها في ايدك. اخر حاجة عايز اقولها لك، انا حسيبك تشتغل سنة بطولها وبعدين ربك يعدلها. تصبح على خير. وانت من اهل الخير. وهكذا وصل الفتى الى الحقيقة وبدأ يشق طريقه، حتى مرت الايام وانفرط عقد العام. وعندئذ مولاي